هل سبق أن تعرضت للهزيمة على يد لاعب ماهر لدرجة لا تصدق؟ يجعلك ذلك تتساءل عما إذا كان هذا ناتج عن تمتعه بالموهبة أم استخدامه للغش؟ نحث جميع اللاعبين على الوقوف ضد الغشاشين دون إساءة معاملة اللاعبين الملتزمين خلال ذلك. نود أن نبين لك اليوم كيفية التمييز بين الغشاشين واللاعبين العاديين. أولاً، سندخل إلى وضع المشاهد لمراقبة الطريقة التي يلعب بها اللاعبون الآخرون في اللعبة. سنعرض مقاطع متعددة لبعض اللاعبين ونبين ما إذا كانوا يغشون أم لا. أولاً، لنشاهد هذا المقطع. يبدو أن اللاعب يغش، أليس كذلك؟ في الحقيقة اللاعب لا يغش. في المقطع تمكن اللاعب من هزيمة خصمه رغم أن نقطة تصويب شخصيته كانت متمركزة في أعلى يمين خصمه، وهذا قد يؤدي إلى تأخر إصدار حكمنا النهائي بخصوص هذا اللاعب. مع ذلك، السبب الحقيقي وراء هذا الأمر هو تحرك الشاشة وإزاحة نقطة التصويب بشكل كبير بسبب زمن الانتقال عند دخول اللاعب وضع المنظار. ولأن وضع المشاهد يحدث في الوقت الحقيقي، تجمع حركات اللاعبين أولاً بواسطة النظام ويتم تحميلها إلى الخادم، ثم ترسل بواسطة الخادم إلى أجهزة المشاهدين. قد يحدث تباين في معدل الأطر. إذا كان مشاهدون يشاهدون بينما يتواجدون في مكان باتصال شبكة ضعيف، ما يؤثر لاحقاً في حكمهم على ما يحدث. هذا المقطع يشبه المقطع السابق، حيث تمكنت شخصية اللاعب من تتبع الخصم وظهرت تأثيرات الضرر داخل نقطة التصويب رغم وجود التباين بين الخصم ونقطة التصويب. ومن ثم يمكننا أن نقرر أن هذا الأمر ناجم عن التأخر ما أدى إلى حدوث تباين في معدل الأطر. في حالة مماثلة، إذا ظهرت تأثيرات الضرر على الخصم بدلاً من نقطة التصويب، فسيكون الأمر مثيراً للشك، وسيتعين علينا التحقق من حالات شاذة أخرى مثل هزيمة الخصوم مع إزاحة ملحوظة لنقطة التصويب. إذا صادفت هذا السلوك، فلا تتردد في الإبلاغ عن اللاعب. سنعرض لك انتهاكات حقيقية في المقاطع الأربعة التالية. أولاً وقبل كل شيء، نرى في هذا المقطع أن نقطة تصويب اللاعب تحركت بسرعة إلى هدف قريب غير مرئي بعد هزيمة خصم باستخدام AKM. هذا مثال كلاسيكي لسلوك الغش باستخدام التصويب التلقائي. عند استخدام التصويب التلقائي، يتمكن اللاعبون من استهداف هدف آخر تلقائياً بعد هزيمة أي هدف، حتى لو كان الهدف يختبئ خلف أي جسم أو في مكان غير مرئي. عندما تظهر هذه السلوكيات، يمكننا أن نفترض على الفور أن اللاعب يغش. في المقطع الثاني، نرى لاعباً يهزم لاعباً من مسافة بعيدة باستخدام مساعدة التصويب خلال التحرك. هذا السلوك مشبوه، لكن لا يمكننا التأكد من أن اللاعب يغش. مع ذلك، تحركت نقطة تصويب اللاعب على الفور إلى أعلى الخصم. كان هناك ارتداد واضح، وهو سلوك نموذجي للتصويب التلقائي. بعد هزيمة خصم بالتصويب التلقائي، تطلق أداة الغش على الفور ارتداداً حين لا يتم العثور على هدف آخر. يتسبب الارتداد الهائل في تحرك نقطة التصويب الموجودة على فوهة السلاح لأعلى. في المقطع الثالث، نرى لاعباً يحدد موقع خصم باستخدام آثار الأقدام على الخريطة المصغرة ويبدأ بإطلاق النار على الفور. يتمكن اللاعب من تحديد موقع الأهداف المختبئة خلف الأجسام وتتبعها، وهو ما يتوافق مع طريقة اختراق الجدران. إذا صادفت هذه السلوكيات، فلا تتردد في الإبلاغ عن اللاعب. في المقطع الأخير، نرى أن ثلاثة خصوم يظهرون في مجال رؤية اللاعب مرقمين 1 و2 و3 من اليسار إلى اليمين، إلا أن الترتيب الذي اتبعه اللاعب لهزيمة الأهداف كان 2 و1 و3. لقد حدد اللاعب الهدف 1 بعد هزيمة الهدف 2 بدلاً من استهداف الهدف 3 الذي كان بالفعل في مجال الرؤية. أيضاً، انتقلت نقطة تصويب اللاعب فجأة إلى الهدف 3 مباشرة بعد هزيمة الهدف 1. هذا السلوك أيضاً يعد مثالاً كلاسيكياً على الغش باستخدام التصويب التلقائي. عند استخدام التصويب التلقائي، تختار أداة الغش الهدف التالي الأقرب بغض النظر عن وضوح الرؤية. بعد ذلك، تستهدف الهدف التالي بسرعة بعد هزيمة الهدف الأول، وتحدث حركة نقطة التصويب مباشرة تقريباً بعد إشعار الإقصاء. إذا وضعنا كل هذه السلوكيات في الاعتبار، فإنه يتضح أن اللاعب كان يغش. بالطبع، حين يتم بالإبلاغ عن أي لاعب، يجري نظام مقلات الحظر الأمني لدينا مراجعة ثانوية للتأكد من أن اللاعب كان يغش حقاً. في مقطع الفيديو هذا، عرضنا العديد من السلوكيات المشبوهة التي غالباً ما يساء فهمها على أنها غش، بالإضافة إلى الحالات حيث يتم استخدام التصويب التلقائي وأدوات الغش الأخرى. نأمل أن يساعدك مقطع الفيديو هذا على التعرف على السلوك المشبوه بشكل أفضل. العدالة في كل مكان، لن نستسلم أبداً.